كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي مثلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس رقم 38 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 الهجرة. بضد الكتاب الثاني بعد القرآن الكريم بعد ثورة يبدر السنة النبوية. ذي مصادر التشريع أكان إمس ذبان القرآن ذا مزورون بعد السنة بعد الإجماع القياس إلى آخره فجي مسألة من المسائل التي عالجها تاج الدين السبكي كما سيأتي البيان خطر مكفو كل القرآن يروح للسنة سي السنة يروح القياس إلى آخره ذي مقدمة لقاء اليوم أتشرح خمسة تجي خطر مهمة أتنحوج ذي معرفة مصادر التشريع ثمسة عندما اتفق العلماء دليل الخلاف جرس باختصار القرآن الكريم المصدر المتفق عليه إذن ده والله رب سبحانه معناه أما ذي المفتي المجتهد الإمام أي واحد القرآن شو دين ربي سيدنا معاذ بن جبل مثل شجاع النبي صلى الله عليه وسلم غليمن شجاع قاضيا إنس بما تقضي بين الناس سوى شاث حكمه مهدوسة مسالت أندى ثغالظ شو لا ريفيرونسينك شو المرجعينك إنس كتاب الله القرآن إنس فإن لم تجد مثو في ضارة إزمر ثمسالت نفس تفضار ذي القرآن أندى شاث خضمض إنايس فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو لغر السنة إنايس ملث في ضارة فإن لم تجد ذي نايس أجتهد رأيي ولا آلو يعني لا أدخر جهدا القرآن ده السنة النبوية المرتبة الثانية فلاس البيان فلاس الكمل الساكي بعد ديس الإجماع الإجماعي ذيني عندما اتفق علماء الإسلام ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم من الأحكام الشرعية العملية اتفاق جميع المجتهدين وقي شرط لقد سوى شرط الاجتهاد من المسلمين لقد يدين سلما أمشارا يجتهديون ماشي يدين سلم لقد يجتهد في مجال الإسلام لقد يدين سلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قيد المعتبر بعد الوفاة خطر ذي الحياة ذي المشرع ولما إلا ذو يضي دينا مسألة نجتهد من الصحابة ذنت سا أري قفلن سي كونفيرم يا سي قفل أما كنت نشرح لك التني عدان يا إما قولا أو فعلا سوال أما الحكاية نحكى من يس أصبت السنة وأجزأتك صلاتك يعني وفقف نغ سوال سالفعل يتبس مثلا ما يغصادك يغصاد المعنى يس يقبلك نغي السسم أي غار إنك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل وقد أشار إلى هذا الأمر تاج الدين السبكي كما شرحنا في لقائنا السابق المعنى ما ليس السسم السكوت في موضع البيان بيان هذا الإجماع إذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور
باش لا يمكن غلق باب الاجتهاد. باب الاجتهاد لا يغلق ويغلق راك كلمة غير دونيث. المهم هذين الشروطيس على حكم من الأحكام الشرعية العملية. بعد ياس القياس، القياس أيضا متفق عليه غير العلماء أكن ملان إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في العلة، وقد تعريف الأصولي للقياس، تشبيه القياس إلى المقيس، المقيس عليه إلى وجه القياس إلى العلة إلى المشبه، المشبه به، وكذلك إلى وجه الشبه. يعني القياس معمول به أربع أركان، أربع أركان، إلى الأصل، إلى الفرع، إلا العلة، إلا حكم الأصل. سيقى ذاكي يهضر في اللسن تجدين السبكين وضر غرصن. بعد لنت المصادر النظام صار فيها خلاف، مثل المصلحة المرسلة. هذا كين مثلا أباسبور والذي شرع باسبور ولا شيء، جواز السفر ولا شيء الشرع، ولكن إلها ما إلا إمذانا مسفهاما نأخذ من لي باسبور جوازات السفر باش يميزو الجنسيات إلى آخره دونيث ماشي مزيك الحكام ثرات في دوسي ثمور ترطياض لانت لي فرونتيير لاباف شرطة الحدود إلا كذا إلى الفيزا تأشيرة إذا ما كاين حوايج غير الفيزا قال حقوق ديال القاع ربي أقل حقوق ديال كوكال ربي سبحانه إيه تسيدس ولكن وقيسد مصلحة التنظيم ذي خلقيف سيمث تيمغور خلقيف ماشي شويط تخلقيف وفان باللي إلا قادرين أذير ثلاس مولاش ثلاس لغا سواد الفوضى إلا قادرين كذا إلا قادرين كذا لكود لاروت قانون المرور أي هذا شرعي واقي ذي الشم ذي المصلحة المرسلة في كي زيغ الآية الحديث دينان لكود لاروت ريسبكتي احترم قانون السير ولاش خطلو كان استفض كان كاكي الظاهر أدينيغ لو كود لاروت زحرم يغرس نطبق أصلا ولا شيء الذي القرآن الذي السنة عندي الشم ولذي الإجماع بعد الصحابة ولم بعد في عهد التابعين ولا تابع التابعين ولكن عندي الشم يكشم ذي المصلحة المرسلة اسمي سي ذواليس مرسلة معنى اسم مطلقة ليس لها قيد يعتبرها ولا نص يلغيها ليست معتبرة وليست ملغاة خطر في المصلحة المعتبرة هذا شو اسم معتبرة أن دام الشرع ربي اسم القرآن والسنة إن دراية قيلها ذيك الفايدة ذيك الفايدة ربي مديني إن الصلاة تنهى يفقنا تنهى عن الفحشاء والمنكر خذ من أموالهم صدقة زكاة إذن الفايدين المصلحة ينس ضربي سيدينان مصلحة معتبرة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذ جنس ضربي سوى سوى العشور الزكاة مرثني السفق في ندم نتسى غادي يزدي يا راس ربي وليس غادي يزدي سي الشحام سي البخل وكذا ذا الرزاق نينس غادي يزديين غادي يزديين لا الفايده النظام اتوث ديك السن البركه هذا النارنين خاطر الزكاه من معانيها البركه انما حسن تفزر غدي جاربعة لا انثياضة ديك الشمل ديال دي الذمسة ديال الاقتصاد ديك الشمل ديال أدير ذنو لوني كليلا ولاد الفقراء ما إلا سواليني ماركانتين تصديقا سفوغ العشور هذا ميحمالا مولاش خاطي مولاش ولاون كليلا حزنا أسين تسونا جانا حقرنا شحال
تيجي مصالح معتبرة ثلا مصلحة ملغات وين يزنزون الشراب يسعى الفايدة مليح يا ربي هدينا وين يخدم القمر يسعى الفايدة مليح أمشي وين يضي يربح 100 مليون يربح مليار يربح القمر مش رادي قرا لا ثقي مصلحة ملغات وتثق في دار الشرع خطر الشرع يبغى غادي يحرزك الجميع وتولي راه نربح 100 مليون يتولي ونس انت خسرا يجمع انت دي 10 سنين وين يبي انت 10 دقائق الشرع دي قرا اكون حامي غياك تخرتي الحرام وقيت الحرام وكذلك الخمر كرمكم الله اللي هو ام الخبائث لذلك ربي مدينا يسألونك عن الخمر والميسر الميسر القمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ربنا ومنافع للناس بعدين ذو إثمهما أكبر من نفعهما وجد الميزان من الشرع لا ثمن السن قرى أكثر جنفت فجي مرحلة من المراحل التحريم تسد المرحلة ثان جاروث عند ربي يزم كلش في مثال تاكي إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر كيتم سذاع والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا هذا غداين فرا إذا بني غاكا تاكي قانص مصلحة ملغات إكسيت ذي الأمور نظن في الميراث أدي سيونا ما سقى شحال قوانين كي قارنا واه إلى الذكر والأنثى كيف كيف ذي الميراث مصلحة ملغات مصلحة متوهمة ملغات إلى غير ذلك من الأمور من بعد يرى السنت لن تكون المصالح مرسلة ليست معتبرة ولا ملغات مطلقة من أي نص يعتبرها أو يلغيها مثل الدنيا ثورة هات سنبضاد مشاهوت قانون المرور دين قانون المرور الهاري لها أمشي لها أدين تم زواروثي تحارف في الأرواح أش حالي جموثم السباغمي والقدر النارة قانون المرور المحاربة في الأرواح إلا ذي شرع ربدي قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا الروح تسعى القيمة ثم قرأت إيلاقة حرزم الأرواح إيلاقة حرزم المال الماتريال إيلاقة حرزم إيلاقة حرزم إيلاقة حرزم في قذاقيك قانون ثنتي تصوض بعد ما دام ذي الوسيلة رغي السوضا غ المقصود ذاكي يغال قانون المرور الشرعي عند يكشم يكشم ذي المصالح المرسله امشي قدك تصق الليل الى ما يقارن الاستحسان الى ما يقارن الاستصحاب يلا اتفضيون يسعى يمس يروحس يروحس وديفن لك في الاسلافر من بعد سواس عمايين ثلاثه يموت بابات السن لكن يروح ونزرر ما يموت نغي الدر هل ترى أثنس الشم دي تريكا أذي يورث نخاطي الشرع دي قار جاس جاس موريس أي غار استصحابا لحياته وقيك شم الشرع خطر لو كان أسين ضوى مادام السقوة سيقو دي فنار فلس الأخضار يلا أنفضو كل شيء غير نغ كربو السنة دي تشارثة بور فدي يغال أش أستخدمه أسين ظنكني بشكل وين لاني وين يحضر نحضر وين نحضر راه ترفض سكس خاطي لا لا وسكس ترفض الشرع دي قرا جسم موريس أرجو إوا رجل قد غا شحال ها ثندا رجل مفقود غائب مفقود كم سنة شحال نرجو سكواس عامين ثلاثة أربعة
زي قد يخشم الاجتهاد ونصرى جارة 50 سنة أو 70 سنة الاجتهاد ديننا أرجو كان 4 سنين لا الاجتهاد ديننا 7 سنين ذي الاجتهاد أم بعد ذا شري ذرون مثل عدى العوامقي الدفغيون الججمون اسميس الوفاة الحكمية ماشي حقيقية شو المعنى حكمية المعنى يز أثن حسف يموث ولكن الججمون ماشي سوى ولكن كيرانا سيمسالكي طاس قلنديس بعد كيف عند القوانين يشدن الشرع ذي السياسة الشرعية ذي السياسة القانونية الشرعية اللوفاني ثابوت قماس كيف كيف إما يموت فافاس انسى ثين ثابوت قماس إزما دينيون سنتساكارا ويش كيف سنتساكارا أنا فضلت لك يا رانا غادي يوري زرارة 100 دلال سيماريا و 18 سنة 20 سنة وديت سفارة كل طراس ياكو ولكن الشرع دي قرار لا ثلهم يقارن الحياة الحقيقية وين كنت تعيشين وين اللي نثابط قماس اسميس الحياة الحكمية جسم موريس فرجوض ما يرنى جس الحظ الأوفر خدمه كل بروبابيليتي وقي قران سلميراث بالتقدير إزمر ذي ذقشيش إزمر تقشيش إزمر سين وراش إزمر سين تقشيشين إزمر تقشيش تاكل وقشيش سي دي بروبابيليتي احتمالات خدمي ثنت خثير الحظ الأوفر حرزيف ذاك القرار في الطيارة المديلول أي غير أنت ثاني جوجل ويس شهرين أصل جوجل 7 شهور أكيد يمكن يخاف صار جوارا في دموري وبالك هذا صح أنت 400 مليون ثورة تستخدم ذي 7 شهور ذو غنت ذا مليار الشرع صافي يفكي هذا كثير زرمي مثلا ولاش تمثل تونسارا في فرنسا ياكو في كذا مازال كفي غا مازال المصادر مازال في كي خلاص ثير قوا انتشر عيث ثير قوا انتشر عيث القرآن السنة الإجماع القياس المصلحة المرسلة الاستصحاب الاستحسان العرف ولا سعرفي ثلاث العرف يسعى القماس شرع من قبلنا شرع لنا سد الذرائع الله يبارك وسد الذرائع المدرسة المالكية خدميس مليح باب سد الذرائع في قادي كنت نسقرش دي الأصول ولكن كني مدن وظهر السنة السنة القرآن داي سي سورة الفاتحة لمي سورة الناس مي السنة لا السنة آريضة حواج للقديش أرثورة حواج للقديش أولا قد النيغ باش كان الرشنا قشيشين النار وقادي التابع على الانترنت باش هذا عسني منسن خطر في كل سلين الشبهات هذا السلوغن ثعوين تزدين خطي السنة انساث الوحي الثاني وأساسها الخبر أساسها الخبر الخبر أجي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تاج الدين السبكي يخدم العنوان اسمه الكلام في الأخبار الكلام في الأخبار ومفردها خبر ذا شو ديننا المركب إما مهمل وهو موجود خلافا للإمام وليس موضوعا وإما مستعمل هيدا نشرح أولا قبل نهضر في الخبر في المركب أنا أهضر في اللفظ اللفظ الترم الألفاظ المفردات
لانت المفردات لو كذا كوين يغتورا ذيث قبيليس أهل طرى يكوي مسلين انت قبيليس اسم استخدام هذه نظرة استخدام كان شويط الكثرة إمسلين انت قبيليس اسم استخدام والسيري مغ ويعني أتحرشم أتنذيم أيديني مشحال أشحال إمسلين الساعة قبيلي نوكس عن جوابه ديني ثورة أتفكير بالسؤال لو كان لغة تعرف لغة العربية إذا أردنا حصر مفرداتها كم مفردة في اللغة العربية كم كلمة في اللغة العربية أيضا سؤال مطروح بارك الله فيك 12 مليون جذر ما شاء الله ولكن الدراسات اللغوية الحديثة نند أكثر أي غردنا كل حاجة إلى ذي البلي والبشا داوي يذي معجم العين ذي القاموس المحيط فوق ذني ولكن ماشي يسع ذي يسوى سنسن أريضا مازال الشغل ذا من قران وبعدين العلماء جرسا تمناقشا بعد يضم مثلا ينام سيبويه بعد يضم ينام الفراء الزمخشري ابن جني وكذا قياك ثورسقي مجامع اللغة العربية سنافين اسم سلاقي لن وكذا أكد إنك مثلا غوالقي صحيح 12 مليون جذر اللغة العربية توسع مليح 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 ماشي شويط من أوسع لغات العالم ولكن السؤال مطروح هل يكون الألفاظ إلا ذي سنة المستعمل إلا المهمل وقي على مستوى المفردة على مستوى المركب المركب يعني جملة مثيلة مثلا مبتدأ وخبر تكون فعل وفاعل مفعول به إن المركب إما مهمل وهو موجود خلافا للإمام كيقول لفظة الإمام المراد بذلك الإمام الرازي وليس موضوعا يعني هذا ليس موضوعا في اللغة العربية طبعا كتاب جمع الجوامع من تعقيداته الكبرى يشم ذي اللغة مليح يشم ذي اللغة مليح ويتسكى غد لسنتاز الخلاصات فرما دين المركب كان يهدينا كم شاتي يفهم بنات ودي يهضر من باب المفردة يهضر مباشرة في المركب بيغر لأن الخبر يكون مركبا لا يكون مفردة الخبر يكون مفردة مثلا الحسود لا يسود لو قلت يحسب الحديث ماشي الحديث ليس حديث نبوي اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا خدمي الدنيا فيه أماكن وتمسط ضرك خدمي لخرتي كما كتمسط ضرك المعنى يسي الآن يمشي الحديث وطاس يعني الأحاديث لذلك فغنت سلاسل في الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة والأحاديث المتروكة أطاس أي غير باش الميزن استخدمنا غرفال نغي غرفال باش الزيزدي السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني المراد تجي مقدمة هذا الكلام وعبارة عن مقدمة للحديث عن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعني هذا هو المعتبر في مجال الشريعة ذي الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم مش الأخبار للبشر أخبار البشر تكتب في كتب التاريخ كتب السير ولكن لا يقوم عليها التشريع لا ينبني عليها التشريع إذن المركب إما مهملون
أو وهو موجود، وهو موجود فعلا خلافا للإمام. بالنسبة للإمام الرازي يقول لك غير موجود، غير موجود وليس موضوعا، وإما مستعمل. إذن الخبر المهمل هو الذي لا معنى له، لا معنى له. ممكن يذكر لك التناقضات، ممكن يقول كلام غير موزون، غير معقول، غير معقول المعنى. وإما مستعملون، ماشي المقصود أكيد الكناية، خاطر دي أحيانا الكناية نهضرت في الناس في الذي تعرف في القبائل في كذي اللغات. الكناية تفهم معانيها حسب السياق. السند اسمحتي يتبانو السيكنا ستكاف نفهميه، يجر نصابها معقول نفهميه، نفهميه غاس ما تشيخ في جرين هالدار نهضر في مذان هذي روح يونا غالغربة إجاح وديو غالا راكو بعد السند يجر نصابها معقول تهضر تفتاقي ما تقصد باللي أمخلوقاكي إيفان كان اسمي يروح وديت سوغال ولا ما يغال إيجاح ولا شريسل والسينار النفايس ماشي ذا نعمار. والمختار أنه موضوع يضعه الإنسان، الإنسان وهذا الأمر موجود، موجود وهو كثير. والخبر إما يكون صادقا صدقا أو كذبا، إما يكون حقا أو باطلا. وبعد يخدم علم واحد آخر إناد الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا. فريكم أصي أي الحشوية شوية باش هذي يوضع الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إناد الخبر إما مقطوع بكذبه، الخبر الذي ينقل وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مقطوعا بكذبه، يعني ذي الكذب أساسا ويغرسيف كان زال خطر وين دي سيد في النبي صلى الله عليه وسلم يزمر ذي ويمذان ذي الغلاظ، خطر ينبني عليه التشريع. إما ضرورة، شو يقصد في سلاقي ضرورة؟ كاجتماع كالقول باجتماع النقيضين، أشيني مثلا ثملا السخانة تصمد نقيضان، نغ الشرق يفقد واس دقياض، الشرق يطيش دقياض، لا يمكن هذا الأمر بالضرورة نقطع بكذبه، نقطع بعدم صحته. لماذا؟ لأن العقل وهو الميزان يرفض ذلك، لا يمكن تقبلض اجتماع النقيضين أو استدلالا، والاستدلال ينبني على الحجة والبرهان. مثلا والعياذ بالله كقول الملحدين، الملحد ينكر وجود الله، ينكر كل شيء، يكرس سطف ويجتهد في الاستدلال، اش تساوي الادله اشيني لا كرياسيون الخلق طبيعي تصوض كجون بامطيش جيت مده ديالكو دفن دفنت الحشره دفنت صافي طبيعي. نسالو كان يستخدم شوط اللاغيس هذه ضرب اللي قبل نظر طماطيش يقودي خلق طماطيش يعني، لأن الله خلق الخلق من العدم من غير مثال سابق، يخلق الوجود كسيولاش من العدم. هذا إيماننا نحن مسلمون، ولكن أي واحد عقلاني يستخدم العقليس لكن سيدنا سيدنا أبو بكر الصديق الناس عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، يعني كل شيء راثي ربي سبحانه، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، إنك يدوك العقل تمسني مخلف العلم ثمسني يستقر إن كينا خيرك
العقل استقرار كينا خيرين اسم جدالا نوقس على الحق يبيتي ديون دسفرو إناس علم العليم وعقل العاقل اختلف خلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف أنوكس عن الشان أنوكس عن الشرف فقال العلم أنا أحرزت رايته العلم إناس ذنكيني ذنكيني اسمه العلم وقال العقل أنا الرحمن بعرفة سيقال ربي يتوسم سيي سلعقل لو كانوا استخدم ضال العقل يتوسم ضال ربي كل يوم يتساوي دليل مشارة يقنع وايض من بعد فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا إناس ربي اسمي ديش كريمانيس دي وصفي مانيس هل طاري وصف ديمانيس العقل نغس موسنيس العلم ولاش الآية دينا إن الله كان عاقلا حكيما عليما حكيما فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا أذغاف إثجر يك فبان للعقل إفانس دي العقل أن العلم سيده سيدس فقبل العقل رأس العلم وانصرف العقل يسلم فلا في العقل يسلم فوق الرو من العلم وانصرف أين يكفى الحوار مسفان لذلك الخبر الاستدلال ربي ذي القرآن في الآية 111 من سورة البقرة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين المعنى الآية ربي يدعو إلى استخدام العقل ماشي تسمن ذكناك وخلاص لا لا استخدم العقل والعقل كذي يرتاح وذي اقتنع باللي أين دين ربي تسيدس قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم غرس يتفديز مسوق مزوغ يبدي غساني يغلن لغبار ذكال إنه يسمى كد قرض إلى البعث البعث معناه ولكن يموت وقد يموثن ذي لخرث أسن دوغلنا روح نسن سددنا ربي ودوغلنا كنلان وتحاسبن وقالوا ليش البعث هكي ما كانش منها ما كانش البعث قال من يحيي العظام إغسان وهي رميم ربي شو سين القرآن قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أنت ثوار ما ثوار أتسوعر ذي البداية الخلق من العدم ولكن ميفاث يخلقت يسهل في اللاسس دي عيوذ خطرة دي خلقا وربي سبحانه كل شيء يسهل في سورة ياسين دائما في الآية 82 ينات إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أو استدلالا وكل خبر أوهم باطلا يعني كل وكل خبر المقصود ده وكل خبر نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل خبر نسب يعني ينفي دنفي وقيل معني ينفي دنفي أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب يعني ممكن يكون خبر الظاهر أنه غير معقول ولكن هو يقبل التأويل فإذا كان يقبل التأويل معقول وإلا فمكذوب خطر ولم يقبل التأويل طبعا ده كيف ذراغ دي ميزان من الموازين ميزان من الموازين لمعرفة صحة الحديث غدا دي ضوال التفصيل فمكذوب يعني ماشي صح مكذوب معناه يسكذفت في النبي صلى الله عليه وسلم أو نقص منه
هذا شو المقصود الذي نقص منه؟ معناه الراوي راوي الحديث أنقص من الحديث. خطر يزمري ونادي السل النبي صلى الله عليه وسلم ينادى حديث، ولكن الراوي ونثيد يحكون نثيد يروين أسيس نقص وثيد يتساوي يرين نكمال واشتقي ظرمي مهير الغاشي أدين ضوال أن بعد وايض ثير في الفلاك أسيس نقص أسي الفلاني ند كذا وكذا ميدو سنة وخيصة كدني غركة يمكن يغدول هثان ذيك 27 مسلاين انسي سنقص ثلاثة صافي 24 ذيني بديفان باللي ولي وذيريث يخوص ولقات يزمض. لذلك في نقل علاش ربي القرآن الكريم ميم يرنغ الدقار يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما شوال ديوسا نسرح نذيعه ننشره بلا تبين نغ أسنقص نغ أسنزقذ. لذلك الذي شرع ومقارن الإسناد يسعى العلاقة مباشرة بالموضوع الإسناد ايش المعنى يس اللي غادي تدسني شغل استقبال دي دسند اولا جنسي ديكا عن فلان إيه الفلاني وستي دينان ذي الفلاني مارس دي الحديث السند ديالو مقارن السند عن فلان عن فلان عن فلان الا ما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ديال الحديث متن الحديث ولكن ذوك السند ني وقاذني ديوين الحديث ني نوفانيون إسكيديف أتحفظ شين الحديث ونفنو يرى فلس ثشر عيث أي غار خطري للشك غاسو ما إلا سين ثلاثة سوسن استيذت يلا يون جارس إسكيديف أتحفظ ذي لك اللي مقارن علم الجرح والتعديل إلى علم الرجال أدمضوا كله مراقية يعني ذي الخير ذا القرآن إن شاء الله نهضر في الأسغر الزداث أي كثام سنتكي مفصولة تعوج العثاب ذا القرآن بلا شك ولكن ثفان تويزام ثدس تفرز أو نقص منه ما يزيل الوهم. المعنى ممكن يكون الخبر يقبل التأويل ما كانش إشكال صافي ذين نغ الحديث جي إذا كان لا يقبل التأويل يرفض أو نقص منه يعني استنقصاص الراوي وجد الخدمان الراوي ويدرون الحديث ما يزيل الوهم بمفهوم المخالفة إذا وجدنا ما يكمل النقص قبلناه. لذلك في كوصف ضيون الحديث يروي مثلا الإمام أحمد في مسناده إلى واش يخص نديس التتمينس أستفض غير أبي داود ذي السنن نغتستفض ذي المستدرك الإمام الحاكم نغتستفض غير البخاري نغتستفض الإمام مسلم ما يكون دني غلي ولي على السغارضة مازال الكتب كي حوايج انت الخدمة خطر سلة سلة وفي غير كنت في كثوة المفاجآت باش نخلظارة أين كرا دنيني ذي الحلقة العلمية أكد قويني تسلم نغد قويني تقارن ذي الانترنت خطري وارد نتقل سوال أدوني البخاري كذا وكذا نغ الموطأ كذا وكذا أنن دلغشي لعجب في اللسن لعجبي دنان في اللسن. ولكن الله غالب ودي خدمناك لن وقاذي سعن المقصود بشد سلوغن ثعوين في السناث ذي الشرعي
ثارقة في السناف القرآن ولا شاشة ديني أكن تسيين ذي التأويلة أكن تسيين ذي التأويلة مش أدخذ من تأويل لا يوافق النقل ولا يقبله العقل ولم يقل به أحد عبر العصور والأزمان غرص ذا السنلف ذا جديد من باب خالف تعرف المعنى يسداقي وناري خدمناك فهو يضع في الحديث معناه يكذب في الحديث المعنى يس أديني لخفار فنفي وثيدين نرى صلى الله عليه وسلم بعد ماذا قال تاج الدين السبكي يناد وسبب الوضع ثورة غدي تسفقين ذاش السبة من الوضع من الكذب إناد نسيان أو افتراء أو غلط أو يكمل غيرها ممكن دين النظام ثورة نفس نسيان ممكن يناديين الخبر في النبي صلى الله عليه وسلم سففكته ممكن الصحابة ليسوا معصومين سعنا لا يسمع هم بشر ولكن الدقار ابن القيم يختار اثنى ربين في صلى الله عليه وسلم وذنسى اثنى ربان يذسيت سيذيرا يعرفون مواطن التنزيل يشهدون مواطن التنزيل زرني مدنزل القرآن معنى يعرفون أسباب النزول القرآن يعرفون أسباب الورود ورود السنة زرن السياقات السيركونستانس الظروف أسباب النزول يعرفون اللغة العربية سنن تعرف يرنا ربي رضي الله عنهم يرضى ربي في الاسم السعانين ورسعيون الصحابة ذين لقمثني دنفذر أديني رضي الله عنهم ولكنهم بشر ولكنهم بشر وقول الصحابي مصدر من مصادر التشريع وقال دنفذر لكن يأكل القرآن السنة الإجماع القياس قول الصحابي المصلحة المرسل سيسن قول الصحابي كثير نسعى غزال ولكن ليسوا معصومين ماذا غير لو غير فعلا مشارا ميز أقوال الصحابة صفي الصحابي يزمر أدي ينقل الخبر في النبي صلى الله عليه وسلم نغ الحديث يتسو ذكس يتسو تثوث وثثوث عادي النبي عليه الصلاة والسلام يناد رفي عن أمتي الخطأ في رواية أن الله تجاوز لي عن أمتي والنسيان الخطأ ذو الغلاظ النسيان سثوث وما استكره عليه ما إلا يوني توحتم بالسيف أديني حاجة أنا أدي أخدم حاجة ذينا في تحسب ربي رفع عنه القلم لا يجري عليه قلم أي غر خطر تعدنه غلس سبب الوضع إناد نسيان إذا ما ذي تثث أو افتراء كما يفعل الزنادقة افتراء المعنى يس زران ذي الكذفيد سياد فنفي أعمذن أعمذن وقي صافي يقصد وقي يسعى الله في الروتينس يسعى البلوينس نورمال يزرى شو يخدم الزنادقة كانوا يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة أنه مفن حكمة حكمة ذي المثل يعني يلها استعرف أسقرن وقيذ ذن فيه ديننا المهمة ذي السلوغن ثعوين وطاس الإمام النووي الطاسق الزازدي الشيخ ناصر الدين الألباني ثلاثني عفور بيه الطاسق الزازدي
عبد الفتاح الشيخ عبد الفتاح الشيخ وجد انتورا يغاسا كني موت الله يرحمه من علماء الحديثين قرانا اتصل مشيخي قلان ثور هذا المحدثون ذي زمانكي مازال خدما قدشا البحري شاقي وسميت فان حركه الوضع وسند غورس كيران يولي سميس عبد الله بن المبارك عبد الله المبارك معروف اما ذي العلم اما ذي التقوى اما ذي ما شاء الله يتوسم وسندر غورس معروف بخدمه السنه دوين قدشن في تريكان النبي صلى الله عليه وسلم تريكاينس ذي ديجا ماشي تسمورث ماشي تزمورث ذين تسموس ديجا ذي الحديث السنه ديجا اذغى وسندر غورس ناس يا امام هذه الاحاديث الموضوعه يعني تسيد ديفن في النبي صلى الله عليه وسلم الرياسن إناس تعيش لها الجهابذة تعيش لها الجهابذة الذين سيدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقادر يحارب في الناس وقادر يسقردش وقادر يخذ من السنة بعدين ديننا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء إناس إلا قتفك مازال علم الإسناد هاكي مدني الدياس ولكن إنا دن فينس بشي سيسلان كيني خاطي إلا قد تحقق مين من كل ثوار دويث النظ بلاك سكرير وثمثن يرثي سمثين يرلعمهم أكيني الفلاني ند كذا وكذا سليغاس أكيني سليغارا أكيد النان ودي النان ذي الفلاني مثل بضمر غورس سليغ سليغارا أكيد النان سيما ثوضة تفض ولاش نصينا قانست قبيلي شويط يلا أتصيرنا شويط يلا أتصيرنا وشحال قدران نتوغا ورعني أخام دي السولة سبا ذوال أول إفنو يتهدو أول إزيزدي يسلوغو أول يجبر يتروزو أول يتساود شوال أول يتساود ثلويث ذيني ميقلق أول أذي سعو أزال افتراء معنى اسمه تشو اللي يغلظ الناس مفتر لا يغلظ ويض مفتري وين يزرع شو يخدم ذيني مد يسع علم الرجال اصفاثا مليح أو غلط ذلو غلظة ثاني في ذريثيت أو غيروها زرع شو معنى غيروها مثلا أحاديث الترغيب من أحاديث الترهيب في كوال أتفض ذي الخضراء يكزر مشحال أحاديث قلان ذي الخضراء ذي العجب لأن الأحاديث في العدس العدس أين غريغ كان واحد 13 الأحاديث في العدس وفي هارثين دينا سمحت لي خاطر ماشي الأحاديث وصحنا ذي كذباوك بلاك يولي بغا هذا يخدم بيبليسيتي الى عدس الحديث سبحان الله الخضراء كان الخضراء شحال قال لك في كوالا في الصحابه يونا صفضي يحمل يونس صحفي يطاش ديو طاش الاحاديث في كوال في الجنه لو كانت خدمت كذا وكذا تشمض الجنه من بعد فانت سهله أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذا غلا أنت أحاديث الترهيب أوين اللي يخذ من كذا وكذا يتصرف من كذا وكذا والمتواتر وقي كلام نكمل ذي المتن والمتواتر معنى ولفظا شو دينا ذاكي باش ياخذيني المتواتر نوعان تواتر لفظي
وتواتر معنوي. ما معنى التواتر؟ ذي اللغة المقصود به التتابع. والتواتر يفيد القطع واليقين. تواتر يعني مثل بعد شوي ديني شرحي تيدا، وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا كلام تاج الدين السبكي. إناد في البداية والمتواتر معنى أو لفظا، باش غادي يستفهم باللي التواتر صنفان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. بعد شو دينا تعريف ينس، وهو خبر جمع، جمع من الناس، ولكن الجمع كيش حال لازم الجمع يتحقق في ثلاث عصور، في عصر الصحابة، في عصر التابعين، في عصر تابعي التابعين. ما نقله جمع يؤمن تواطؤهم عن الكذب، عن جمع، عن جمع، يعني جمع من الصحابة، جمع من الصحابة، أم بعد أدس تابعون ذا جماعة، أدس تابعون تابعين جماعة. لا يمكن أذملل في الكذب، لا يمكن، لا يمكن أن يتواطوا على الكذب. وهذا التواتر يفيد القطع واليقين. لو كنت راكين غيون ديون ثلاث مرث ومقارن الصين الدين الثلا ثوالات الدين التواتر الخبر لكن الدين التزاري غارك مي الخبار تواتر طاسي ديننا باللي ثلاث مرث اسمي الصين غنوما نوما أي غر نوما يقينا يرنو تنزرارا بالمشاهدة عن طريق السماع ولا عن طريق الرؤية غير المباشرة غثورا النقل عن طريق ساتيليت وكذا وقيدي زيش قارن داولا قيل العلماء وما ثورا يسهل أكثر أكيني خبر متواتر دي خبر متواتر ولاش لكس الشك غسست ولا رثيط ولكن تيدت. لذلك أندم خلف العلماء أشحال قلقاً الصحابة ضرون الحديث باش نسميه متواتر لكي يبلغ الحديث درجة التواتر كم؟ لأن العلماء دينان 12 أي غير 12 تزينا 12 بنسي الآية 12 من سورة المائدة وبعثنا منهم 12 نقيبة يقارن إلى 12 من الصحابة باش الدين وجي خبر متواتر بلغ أقصى درجة الصحة وهذا سقرن خطي 40 أنوي 40 أجي يبون دلغة وهذا يقرا 20 كل يوم يروح القرآن 20 إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 سورة الأنفال آية 65 إذا غيش قرني لك حد التواتر 20 وإذا سقرن 70 واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا سورة الأعراف الآية 155 العلماء المحققون قالوا ليس شرطا ليس شرطا المهم القدر الذي يتحقق به اليقين ولا يؤمن أن لا يمكن أن يتواطأ على الكذب. الحديث المتروك، حديث المتروك نشوف هو الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب. وقيل الحديث المتروك الذي يروي حديثا أو أحاديث متهم في بالكذب أو عرف عنه الكذب معروف بالكذب حديثه متروك
والمتروك كما يقول العلماء ضعفه شديد لا ينجبر وليت جبر ديس الا وين يتوجبر الا وين يتوجبر راه اذن هذا الترك ناشئ عن الطعن في عداله الراوي استخدم نشاء العبارات عبارات الجرح مردينين ضعيف جدا تصفدي تكتف أكيني وقي الحديث ضعيف جدا قبل كما نقطة يقول كم شيخ دينا غيث مثلا تتسع صدورنا لهذا الأمر عادي لأنه وقي السنن في صلى الله عليه وسلم ماشي كلام الناس ديجا كلام الناس الناس بغانا ذا تحققا لو كاد ياسي ونكيني جديك يناد كذا وكذا ثوالا يونس كذا تفاس وتقبل راس نحبس اخويا وقيل جدي اني في ذس نصوص تقرر في الناس اي غير ثوالا ذي التاريخ ذي ذي في مجال التاريخ هناك روايات يطعن في صحتها هناك روايات مدخوله يعني شمنتد بقصد معين لذلك الحذر مطلوب مطلوب الحمد لله مثل الاخر خطر اي غير في النهايه ما يولي تسقوا هذا ربي والله راه ولا رديني الم يدقق في الناس اي غير الشهاده لا قسي الشهود سي الشهود الايه 282 من سوره البقره استشهدوا شاهدين من رجالكم سين ولو كان دينا ربي 10 بالك سيدي يونسي 10 سينا ولدي والله الشهادة ثوار ثوار الشهادة إذا كان بين قوسين تفضل وقاشيني أي غركا القرآن ثم طوث إلى قا إي ولدي استعقل يعني حنيخ شهادة سهل رحمة بالرحمة يعني الشهادة مسؤولية وما أدراك يعني نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين لذلك المتروك ضعفه شديد لا ينجبر وهذا الأمر ناشئ عن الطعن في عدالة الراوي من عبارات الجرح حين ضعيف جدا في كل دين متهم بالكذب متهم بالوضع أكين لا يساوي شيئا أكين هو هالك استخدم بعض العبارات لإبراز هذا الترك ثورا مدام الإمام تاج الدين السبكي يهضر في التواتر المعنوي واللفظي ذا شو ذا التواتر اللفظي مثال عن التواتر اللفظي الحديث المعروف عند دين النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الحديث هذا يتوسم هو مثال عن الحديث المتواتر لفظا التواتر اللفظي هذا يذكر شحال في دروان من الصحابة 62 ابن الصلاح معروف من خدام الحديث إن ذكر بعض الحفاظ أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابة ومنهم العشرة المبشرون بالجنة المشهود لهم بالجنة 62 سي الصحابة إذ يروان الحديث يوم السلام السيسن 10 اكتب شرنس الجنة فجديوث للرواية في الرواية النظام الرواية المعروفة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وينادي سيدفن فين في صلاة يا سلامة يعمذ أم كانيش لجهنم والعياذ بالله ولكن في الرواية النظام شو دلنا من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وليش متعمدا الروايتان صحيحتان متواترتان بلغتا أقصى درجة الصحة ما التواتر المعنوي
وهو الأكثر، لأن الأحاديث المتواترة لفظا قليلة قليلث، أما التواتر المعنوي فهو الغالب. السيوطي، الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي، السيوطي بالمناسبة إيجاد أكثر من 300 كتاب، أكثر من 300 كتاب إديجا السيوطي. سي الكتب المشهورة إكسعة كتاب الإتقان في علوم القرآن، إلا اسمي يروح يحجد إنك لما شربت من ماء زمزم، فماء زمزم لما شرب له إلها الدعاء دي الدعاء ينتفغير إنك انسى شو قد عربي إنك ربي أرزقني مرتبة كمرتبة البلقين في الفقه، ومرتبة كمرتبة ابن حجر العسقلاني في الحديث، صاحب بلوغ المرأة من أدلة الأحكام. السثر ذي ربي السقار في كيد الدرجة عليهم ذي الفقه أمثنا البلقيني قطب من أقطاب الفقه، ما ذي الحديث أمثنا ابن حجر العسقلاني صاحب بلوغ المرأة. ذي شو دين السيوطي في كتابه تدريب الراوي لمن أراد أن يعود صفحة 180، إناد ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، الدعاء رفع اليدين في الدعاء تواتر ماشي لفظ، تواتر معنوي، ولكن شوف الدقة العلمية شو دينا. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، نحو 100 حديث في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، شوف الدقة، لم تتواتر، ولكن مش يكمل، والقدر المشترك فيها وهو رفع الأيدي عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. انتهى كلام الإمام السيوطي. إذن وقي التواتر معنوي، أنطف أحاديث الشفاعة متواترة، ولكن مش تواتر لفظي، تواتر معنوي. إذن التواتر المعنوي يكثر في، أو الحديث المتواتر يكثر في معناه لا في لفظه، ويكثر في السنة العملية أكثر من السنة القولية. السنة العملية صلاة، صلاة متكررة، بدين الصحابة رأيت رسول الله، والحديث ند صلوا كما رأيتموني أصلي، لذلك كان النقل متواتر في السنة العملية. خطر سوالين تمشي تظلى تظلى ندم يظهرنا كثيرا ذي الحج خذوا عني مناسككم. إذن أكتفي بهذا القدر، هذه مسائل عالجها الإمام تاج الدين السبكي في كتابه جمع الجوامع. نكمل الشرح إن شاء الله في المجلس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.